لحظة إنك عم تحكيني بموني حتى ما أقول جملة قاسية. يمكن معك حق، بس وقت تشوفي شو في معي رح تعذريني. صدقيني أنا مش حابة ضيع لك وقتك ولا وقتي. أختي قتلة جوزها ومحكوم عليها مؤبد، بدي تظهري لي إياها من الحبس. شو؟ أنت ما سمعتي، أختي محكوم عليها مؤبد وبدي تظهري لي إياها من الحبس. كيف يعني ظهرها من الحبس؟ بشي بده قرار من رئيس الجمهورية. إيه؟ وأنت وزيرة يعني فيك تحكي معه؟ لك كيف يعني أحكي معه؟ شو بدك مني إني أقول له؟ اطلب منه عفو خاص على وحدة قتلة جوزها في برقبة دم ومحكومة مؤبد؟ ما بعرف شو خاصني شو بدك تقولي له. المهم اختي تطلع من الحبس. عم تحكي عنها كأنها بريئة؟ اختك مجرمة قتلة مش مظلومة. شو يعني اذا قتلة؟ وهول فرجيتك ياهن شو؟ مش يمكن جوزك يكون مورد بقتل النايبة؟ او انت مثلا؟ جوزك مش شايفة اجرامه لجوزك بهالفيديوهات؟ ما برأيك عم يبتز هالبنات فيهن؟ يعني غلطان مثله مثل اختي. ليه هو بده يضل فلتين واختي بالحبس؟ ليه؟ لأنه هو مذيع مشهور ومرته وزيرة؟ أكيد. ما أنتم مدعومين ونحن الدراويش وما في حدا بظهرنا. عملتي لي حالك مسؤولة عن العدل بالبلد؟ إيه طبقي. العدل يعني اللي غلط لازم يتجازى، وأختك قتلت. عظيم. وجوزك غلط، فإذا رح انشر الفيديوهات وخليه يتجازى، وتبقي خبريني شو بيصير معك بس يفتحوا التحقيق عن علاقته بالنايبة المقتولة رفيقتك. ما هيك يا ستي؟ نحن بنات ربينا بلا بي ولا أم. يمكن لو كان في شي وزارة أو جمعية سألت عنا ما كنا وصلنا لهون. يمكن أختي ما كانت تجوزته لهالحيوان اللي الله لا يرحمه. بدك تحاسب القاتل؟ حاسبي، بس حاسبي اللي وصلوا لمطرح خلاه يقتل. هاي إذا بدك تكوني عاقلة. يمكن معك حق بيلي عم تقوليه، بس هيدا مش موضوعنا. يلي عم تطلبيه ما فيي أعمله. ماشي. لحظة، آخر رقمي الشخصي بحكيكي بكره بموضوع طلعت اختي من الحبس. وينك غسان؟ الشغل. اترك كل شيء من ايدك وتعال على البيت. خايف شيء؟ بدي شوفك. شوفي شغلتي لي بالي. ما تتاخر غسان.